مؤسسات اليوم شركات لدى وزارة الصناعة تمول ومعتمدة على نفسها بصورة كبيرة خصوصا في محافظة البصرة؟ حقيقة بصراحة الشركة الوحيدة اللي تمول رواتبها بالكامل وإن شاء الله هذه السنة تتحول إلى الربحية هي شركة الأسمدة الجنوبية. نحتاج إلى بعض الوقت. شركة الأسمدة الجنوبية عندها خطين لليوريا، خط هي الديرة وخط مع المستثمر. المستثمر في مراحل جاي يتقدم بالعمل، من يبدي ينتج بحدود 1000 طن يوميا أكو أرباح راح تجي للشركة، وعندنا مشروع الداب أيضا نسبة المساهمة القيمة المضافة بدأت تصعد، فأرباح الشركة أيضا راح تزيد. يعني أتوقع خلال الفترة القليلة القادمة راح تتحول من التعادل إلى الربحية.